رانيا بتحب تحس انه هي مميزة، يعني موضوع الشبه ده شوية بيزعجها. ايه سبب رفضك انت اصلا وهي بتتصور ان انت تتصوروش مع بعض؟ لا هو مش رفضي انا، هو رفضها هي، بس هي بتتكسف فانا اللي بقول، لكن هو اصلا الرفض من عندها والله. اللي حابة بعد رمضان تتابعيه بس بهدوء كده تفرج عليه وانت هادية؟ اعتقد انا هبص بص على كل الحقيقة، يعني السؤال ده بدري قوي، يعني ممكن بعدين، لانه يعني في مسلسلات بنأجلها لبعد رمضان عشان اقدر اتفرج عليها وانا مركزة. بصراحة ما فيش حاجة على بالي دلوقتي والله، مش عايزة اظلم عمل، يعني مش عايزة اظلم حد. اللي بتحضري له بعد رمضان؟ ان شاء الله في فيلم ان شاء الله. لا لا بعدين بعدين. مع مين؟ اسمه اي حاجة كده من بعيد يا نور. بعدين بعدين بعدين. درجاتي ده سر. يعني انا لسه بقول لرانيا بتستلفوا هدوم من بعض، في مره حصل موقف ما بينكم ان انت اتصورتي بيه او هي اتصورت بيه وانت رجع حد فيكم رجع لبسه تاني؟ مش فاكره، احنا بنستلف من بعض بس حد صور ورجع صور ده. لا لا يعني اعتقد لما بيبقى في حاجه انا صورت بيها بقول لرانيا لا ما تلبسيهاش دي انا صورتها، يعني اعتقد يعني لا ما لا مش فاكره، يمكن ما اعرفش. ايه سبب رفضك انت اصلا في الاساس وهي بتتصور ان انت تتصوروش مع بعض؟ لا هو مش رفضي انا، هو رفضها هي، بس هي بتتكسف فانا اللي بقول، لكن هو اصلا الرفض من عندها والله. مش ليه؟ ايه السبب؟ رانيا بتحب تحس انه هي مميزة، يعني موضوع الشبه ده شوية بيزعجها بيزعجها شوية، يعني هي بتضايق، يعني بتحس انه هي عايزه الناس لما تشوفها وتعرفها تعرف كل واحده لوحدها بشخصيتها المستقله. احنا كده دخلنا في مشاكل اخوات. لا 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 يعني مش مشكله كبيره، بس عادي يعني هي بتحس انه هي عايزه تحس ان هي مميزه، بس لا غير كده احنا صحاب قوي يعني قوي. لا 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 يمكن. زيلي كنور. شكرا شكرا.